طيب بصفتك بقى حضرتك امين صندوق النادي الاهلي والمؤتمن على خزينه النادي الاهلي، هل الارقام اللي خدها الثلاثي رامي ربيعه وياسر ابراهيم وحسين الشحات تعتبر ان هي في سقف الرواتب بتاع الاهلي ولا كانت عاليه شويه بالنسبه لي؟ بص انا ما بحبش اتكلم في الارقام، خاصه دي حاجات بتبقى انا بعتبرها حاجات كونفيدنشال، يعني مرتب او ده بيبقى حاجه شخصيه او حاجه. لكن النادي الاهلي عارف كويس قوي السقف بتاعه، وبالتالي هو بيمشي طبقا للمعطيات بتاعت السوق، طبقا خلي بالك احنا برضو لو كلمنا الناس بتقولك النادي الاهلي هو اللي بيبوظ اللعيبة، او لا مش مظبوط الكلام ده خالص. النهاردة شفت السعودية وقطر والامارات بتدفع كام للعيبة وللمدربين، طبعا لا مفيش قصة مختلفة خالص. لكن برضو مفيش شك انك انت العامل الجذب بتاع اللعيبة او المدربين او بتاع هو جمهورك، طب فجمهورك ده بيساوي تمن كبير قوي، وفي نفس الوقت احنا عندنا سقف بنشتغل وبنحرك عليه طبقا لمعايير ومعطيات السوق يعني. لكن عمرنا ما بنشط، بالعكس احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمشي. يعني قيمة النادي الاهلي ليها تمن للاعب، فاهم ازاي؟ غير انك انت تروح تلعب في حتة تانية. امتى بقى ممكن الاهلي يخرج عن سقف الرواتب اللي هو حاططها عشان خاطر لاعب؟ هل ده ممكن يحصل اصلا؟ بص حاجة، احنا ارجع اقول احنا النادي الاهلي دايما بيشتغل بتجيب مدير فني، المدير الفني ده هو الرئيس، هو ده اللي يقول انا عايز كذا وكذا، فاهم ازاي؟ وبالتالي انت دايما بتديله المعطيات اللي هو عايزها عشان تعرف تحاسبه. لكن في الاخر برضو هي العمليه بادجت وانت في مصر، فهمتني ازاي؟ يعني ما ينفعش اروح اجيب لعيب ب 6 7 مليون دولار، يبقى انا راجل بالذات في الظروف اللي احنا فيها. لكن في نفس الوقت انت بتحاول تعمل كومبرومايز، وبلس انك انت عندك ادوات وعندك ناس بتحب النادي الاهلي وتحب تخدم النادي الاهلي وتحب تساعد، وبالتالي انت بتشوف اللي تقدر تعمله باحسن حاجه، وبالتالي انك انت تجيب اللي هيفيدك في الحته دي بس. لكن عمرك ما هتروح بعيد خالص او تشوط، لان في الاخر انت دي مؤسسه، والمؤسسه لازم تكسب فلوس او على الاقل تكايد، مش معقول هتغامر وتنتحر عشان خاطر لاعب.